أكثر من سؤال يقول: نحمد الله على كل حال، لقد أصابتنا مصيبة قبل أيام بوفاة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وسمعنا أن بعض الناس يشكك فيه، فما مدى معرفتكم به؟ وحبذا لو أتحفتمونا بنبذة يسيرة عن الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله رجل معروف للجميع لأنه عالم وداعية إلى الله عز وجل وناصح في مؤلفاته ورسائله وبيانه للحق، معروف مكانه. والذي يشكك فيه يشكك في الصحابة، يشكك في أهل العلم من قبله، فلا يلتفت إلى هؤلاء، لا يلتفت إلى هؤلاء، ما يسلم منهم أحد. يشكون حتى في الصحابة وحتى في الأئمة وحتى في أهل الخير، ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء، لكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم.